واحدة اكتشفت خيانة خطيبها. عادي. ازاي بقى؟ هو الولد بطبخ كده وبتاع وصور الاكلات والحاجات دي وبعتها لها على الموبايل، ايه اللي هو انت وحشتيني وبتاع، بيفاجئها يعني انت وحشتيني وبتاع. قعدت تكبر الصور زوم زوم، لقت في ايد كده داخله عند البوتاجاز، في لمعه البوتاجاز كده ايد. لا خيال ايد. اه والله العظيم اكتشفت. وايد ايه لما كبرتها؟ لا ايد بنت. وفضحته، قامت منزله ده كله على السوشيال ميديا. ايوه بس هو ممكن ينكر جوه كل ست فينا. لا ما متشافه محقق صغير قد كده. ايوه بجد. فعلا طبعا اثارت بقى الضحك، واثارت اللي هو ايه ده، ده انت بوليس سري ولا ايه؟ ايوه يا جماعه، انا بشوف بنات صحابي يقعدوا يكبروا على النضاره، النضارات بالذات. ومين بقى كان قاعد مين، ومين قدام ومين وراه الريفلكشن، مين في الازاز لا 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 ده حقيقي. جامدين. وبعدين عملت ايه؟ فضحته على بس كده. والخطوبه الخطوبه طبعا أكيد. طبعا. طيب قول يا دودو. الاكل طلع ماسخ. وزد بخوره في البيت. السم الهاري.